أهلا بحضراتكم. لما الصين بدأت إصلاحاتها الاقتصادية في سبعينيات القرن الماضي، تصاعد حجم التبادل التجاري بينها وبين الولايات المتحدة. ولما الصين انضمت لمنظمة التجارة العالمية في 2001، تسارع نمو التجارة البينية الصينية الأمريكية لحد ما بقوا أهم الشركاء التجاريين في العالم. كفة التبادل التجاري كانت مائلة ناحية الصين، ووصل هذا الميل في 2018 إلى أن الصين بقت بتصدر لأمريكا أكتر بكتير ما أمريكا بتصدر للصين، وده بيسموه العجز في الميزان التجاري بين البلدين. العجز ده وصل في 2018 إلى 420 مليار دولار. الحكومة الأمريكية انتقدت هذا العجز التجاري الثنائي الهائل، وانتقدت معاه حاجات تانية في جوانب العلاقة التجارية بين البلدين، وعلى رأسها إن العملة الصينية ليست عملة حرة تخضع لقوانين العرض والطلب، هي عملة تحت سيطرة البنك المركزي الصيني، هو اللي بيتحكم في سعر صرفها، وبالتالي بيعرف يخفض قيمتها وقت ما يحب. وخفض سعر العملة لدولة مصدرة بيمنحها ميزة تنافسية على الدول المستوردة لبضائعها. الإدارات المتعاقبة لجورج دبليو بوش وباراك أوباما فرضوا رسوم وجمارك على المنسوجات الصينية في سبيل حماية صناعة المنسوجات الأمريكية من الإغراق الصيني، والكلام ده تكرر فيما يخص صناعات الألومنيوم والصلب. استمر الإغراق الصيني واستمر الضيق الأمريكي في عهد الإدارتين دول، واللي استمر أكتر هو النمو الاقتصادي الصيني لحد ما الصين بقت تاني أكبر اقتصاد في العالم، ولحد ما بقت تاني أكبر اقتصاد داخل الولايات المتحدة نفسها. الخوف الأمريكي الأكبر من النمو الاقتصادي الصيني هو إن النمو ده يضاعف من وزن الصين السياسي في العالم، بحيث إنها تبقى منافس للسيادة الأمريكية على العالم وعلى انفرادها بقيادته. والصين برضو لم توفر جهداً لإثارة المخاوف الأمريكية بتحركات عالمية زي مبادرة الحزام والطريق، وزي مبادرة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وزي إعلانها عن خطتها التصنيعية 2025. وفي هذه الأثناء كان بيظهر لاعب جديد هيبقى له دور كبير في الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وهو دونالد ترامب، اللي تعهد في برنامجه الانتخابي المعلن في 2016 بخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين، اللي هو شايف إنه مش نتيجة للتفوق الصناعي الصيني ولا حاجة، ده نتيجة للممارسات التجارية غير العادلة وسرقة الملكية الفكرية وحرمان الشركات الأمريكية من الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الصينية. وعندما صعد ترامب إلى الحكم، بدأت الحرب التجارية الشاملة، عندما أعلن الرئيس الأمريكي في 22 من مارس 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة دي موضوعها هو الممارسات التجارية غير العادلة وسرقة الملكيات الفكرية. وقتها الصين ردت بفرض رسوم جمركية انتقامية على أكثر من 120 منتج من الصادرات الأمريكية إلى الصين، وعلى رأسها فول الصويا. يوم 10 مايو 2019 الولايات المتحدة رفعت التعريفات الجمركية على بضائع صينية قيمتها 200 مليار دولار من 10% إلى 25%. دي حرب تجارية صريحة، لأن برضو الصين ردت بتعريفات مشابهة. وعندما رحل ترامب وجاء جو بايدن، الصين طلبت من الوافد الجديد على البيت الأبيض أنه ينهي هذه الحرب ويتخلص من التعريفة الجمركية اللي فرضها ترامب. ولكن على الرغم من الاستقطاب الشديد في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من التضاد الكبير بين الجمهوريين والديمقراطيين، دي الحاجة الوحيدة اللي اتفق عليها الحزبين واتفقت فيها الإدارتان. إدارة بايدن وصلت سياسات ترامب الحمائية وأبقت على الرسوم الجمركية المشددة اللي فرضتها إدارة ترامب، بل وأضافت إليها سلسلة من القيود على إمكانية حصول الصين على التكنولوجيا المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. الحزبين متفقين إن الصين تمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة
من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية والأمنية، مش متفقين بنفس الدرجة ولا متفقين على مستوى الخطر، إنما في اتفاق بينهم إن الصين تمثل خطر. مع إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كانت الخارجية الصينية بتعلن إنها مستعدة لتعايش سلمي مع الولايات المتحدة. الكلام ده مش بالرئة اللي هو اتقال بيها، خلي بالك. معنى التعايش السلمي اللي تقصده الصين هو إنها لا تسعى لصدام عسكري مع الولايات المتحدة، بس هي في نفس الوقت هتواصل المنافسة الشرسة في المجال الاقتصادي. هذا الذي أطلقت عليه الصين مسمى التعايش السلمي هيبقى عبارة عن 4 سنين من التصعيد في حرب تجارية غير مسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين وسياسيتين في العالم. الصين متأكدة أن ترامب هينفذ تعهداته بتسريع عمليات السياسات الحمائية والعقوبات الاقتصادية، وأنه هيرفع التعريفات الجمركية. والصين عايشة على الصادرات، والسوق الأمريكية حيوية بالنسبة للصادرات الصينية، يعني عودة ترامب للصورة تؤثر سلبا ومباشرة على الاقتصاد الصيني. ترامب بيدق طبول الحرب من بدري، وعد خلال حملته الانتخابية الأخيرة أنه هيفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على كل واردات الولايات المتحدة من الصين، وهو راجع المرة دي بظهير تشريعي قوي وبأغلبية مريحة نسبيا في الكونغرس. وكده كده قيادات الحزب الجمهوري مجمعين على أن الصين تمثل تهديدا للهيمنة الأمريكية وللمصالح الاقتصادية الأمريكية بشكل عام. أول تعليق من الصين على فوز ترامب صدر من شي فينغ السفير الصيني لدى واشنطن، اللي قال أنه لا يوجد فائزون في حروب الرسوم الجمركية أو الحروب التجارية، ولا في الحروب المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا أو الصناعات. الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في بيان تهنئته البروتوكولي لدونالد ترامب على فوزه أن التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة. وبعيدا عن الكلام الحنين ده، الصين مجهزة خططها للتعامل مع ترامب في السنوات الأربع القادمة، والخطط مبنية على رؤية مركبة هحاول أبسطها لحضرتك. السياسات الانعزالية بتاعت أمريكا أولا التي ينتهجها ترامب طبعا بتنفع الولايات المتحدة وبتحميها من توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، بس في نفس الوقت هي بتعمل مشاكل بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وفي جنوب شرق آسيا وفي العالم النامي كله. يعني ترامب مش بيعمل سياساته الحمائية دي ضد الصين لوحدها، أوروبا لها نصيب وشركائه في جنوب شرق آسيا لهم نصيب، والنتيجة الطبيعية لهذه الانعزالية الأمريكية إنها هتعمل فراغ اقتصادي وتجاري كبير، وده اللي الصين هتشتغل عليه في الفترة الجاية. الصين هتستغل الفراغ ده في إنها توسع نفوذها التجاري العالمي. يعني أنا توقعاتي إن الصين هتوسع شراكتها مع الدول النامية ومع أوروبا ومع جنوب شرق آسيا. بوادر هذه الخطة ظهرت في التفاهمات التي تمت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة بريكس الأخيرة. أهي الهند أهم عميدة للقوى النامية في العالم. الصين تواصلت بشكل مبدئي مع الإدارة اليابانية الجديدة منهية سنوات طويلة من العلاقات المتوترة مع طوكيو. الصين بتتحرك علشان تخلق فرص جديدة لتوسيع نفوذها. ترامب في خطته أنه يفرض تعريفة جمركية على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة قد تصل إلى 20%، وده هيدفع أوروبا أنها تعمل في اتجاه الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة، وطبيعي أنها ترى في الصين شريك تجاري مناسب في مرحلة صعبة زي دي، بالضبط زي ما الصين هتشوف في أوروبا شريك تجاري مناسب في المرحلة الصعبة دي. الصين مش هتقعد تتفرج على التجارة بينها وبين الولايات المتحدة وهي بتنهار نتيجة للتعريفة الجمركية 60% اللي عايز يفرضها ترامب، لأن حركة زي دي هتؤدي لخفض معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين للنصف تقريبا. وبالتالي الصين لازم تبقى عندها استراتيجية لردع تحركات ترامب، وردها التقليدي في هذه الحالة كالمعتاد هو فرض تعريفة جمركية مقابلة
على وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، أو إنها تفرض قيود على تصدير المواد الخام اللي هي بتصدرها لأمريكا. والصين بدأت بالفعل في إجراءاتها الاقتصادية اللي هتدعم بيها صادراتها، زي إنها مثلا خفضت سعر عملتها إلى مستوى ما حصلش من أواخر 2023، وده معناه إنه البنك المركزي الصيني بيسمح بإضعاف العملة لتقليل تأثير القرار المرتقب من ترامب بزيادة التعريفات الجمركية وتعزيز قدرة الصادرات الصينية على المنافسة داخل السوق الأمريكي. الصادرات الصينية مش موضوع بسيط، يعني مش مجرد مصانع بتنتج منتجات وتصدرها برا. قوانين التجارة الحرة مضافا إليها الظروف الإنتاجية قليلة التكلفة في الصين خلتها وجهة رئيسية للاستثمار الصناعي. يعني الناس في البلاد اللي تكاليف الإنتاج فيها كبيرة بيروحوا الصين يعملوا مصانعهم هناك، وأهم زبون لهذا الشكل من أشكال الاستثمار هو الشركات الأمريكية نفسها. شركات أمريكية كثيرة وكبيرة نقلت مراكز الصناعة بتاعتها للصين، العمالة الصناعية الصينية أقل تكلفة، وقوانين العمل في الصين مش بالرفاهية بتاعت قوانين العمل الأمريكية، والضرائب على التصنيع في الصين أقل برضو. وبالتالي الشركة الأمريكية اللي هتصنع منتجاتها في الصين وتعيد تصديرها للولايات المتحدة هتكسب أكتر مما كانت تصنع منتجاتها في أمريكا. طب ما ده هيعمل مشاكل كبيرة جدا. دلوقتي بقى لما أمريكا تفرض جمارك على البضائع القادمة من الصين بـ60%، الشركات الأمريكية اللي بتصنع في الصين دي هتصنع هناك ليه؟ ما هي كده فقدت الميزة النسبية ليها في التصنيع والإنتاج والتصدير بسعر تنافسي. كده تكلفة الإنتاج هترتفع جدا، وده مش على الشركات الأمريكية اللي بتصنع في الصين لوحدها، الكلام ده يسري على أي شركة بتصنع في الصين وبتصدر للولايات المتحدة أيا كانت جنسيتها. بعض الشركات الأمريكية قررت بالفعل إنها تحول صناعتها برا الصين، شوية منهم هيرجعوا الولايات المتحدة استجابة لبعض المزايا النسبية اللي هتمنحها ليهم إدارة ترامب، وشوية هيتجهوا لدول أخرى ليست في حرب تجارية مع أمريكا، أي بلد تانية غير الصين. وزي ما قلت الموضوع مش قاصر على الشركات الأمريكية. تايوان مثلا قررت أنها تسرع في عملية نقل مصانعها المنتجة للرقائق الإلكترونية إلى خارج الصين، ووزير الاقتصاد التايواني كيو جي هوي قال إن أي رسوم جمركية هيفرضها ترامب على الصين هتؤثر على الشركات التايوانية اللي بتصنع هناك، وقال إن السلطات التايوانية هتقدم مساعدتها في أقرب وقت ممكن للشركات التايوانية علشان تنقل قواعدها الإنتاجية برا الصين، وإن الحكومة التايوانية عملت خطة طوارئ للمساعدة في نقل شركات التوريد إلى الولايات المتحدة. موضوع التعريفة الجمركية ده سلاح واحد في الحرب التجارية الأمريكية الصينية، اللي هي طبعا وجه من أوجه الصراع السياسي بين أمريكا والصين، ولله وجه آخر لا يقل شراسة وهو حرب التكنولوجيا. ترامب أطلق في فترته الأولى إجراءات حطت قيود على شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاتصالات، فيما عرف باسم حرب الرقائق. أمريكا حط هدف استراتيجي إنها تبقي الصين متأخرة تكنولوجيا عنها بمسافة جيل كامل، وطبعا عمود التكنولوجيا الحديثة كله دلوقتي هو الرقائق الإلكترونية، دي اللي بتشغل الصواريخ والأسلحة الذكية، وهي اللي بتشغل وسائط الذكاء الاصطناعي. اللي بيحصل بقى إن أمريكا بتضيق استيراد الصين للرقائق الإلكترونية من المصانع الأوروبية، والدولة الأوروبية اللي هتصدر للصين رقائق إلكترونية أمريكا هتعاقبها. حرب الرقائق دي هتتصاعد إلى مستوى الحرب التكنولوجية الشاملة. الصين تعلمت الدرس من الولاية الأولى لترامب، وقررت أنها ما تفضلش تحت رحمة الولايات المتحدة وحلفائها في مجال التكنولوجي، وكثفت جهودها في هذا المجال، وعملت خطط استراتيجية، وقدمت تمويلات في هذا القطاع. وقبل سنة 2030، اسمع مني، يعني الصين هتبقى رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهتاكل العالم كله في هذا المجال. الصين كلها مجيشة في سبيل تحقيق هذا الهدف، مش الحكومة لوحدها اللي بتدعم.
شركات زي تينسنت ومحرك البحث الصيني بايدو وعلي بابا دخلوا على الخط بالدعم والمساندة. الشركات دي بقت نقاط جذب للمواهب والخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. الشركات الصينية الكبرى دي بقت بتستقطب أفضل العناصر اللي بتشتغل في الاي اي وبيستثمروا لتطوير نماذج متقدمة في أفرع زي المعالجات اللغوية وزي أنظمة التعرف على الصور. أنا شايف إنه الضغط على الصين زي ما هيضيق عليها فرص في ملعب ما، هيفتح لها فرص غير محدودة في ملاعب أخرى. الضغط على الصين مش هيفعصها، مش هيصغرها. الصين كبرت وبقت أكثر قدرة على الصمود من إن أمريكا تحجمها. بقت عاملة زي فيضان النهر، تقدر تعمل عليه سد يغير مساره، إنما تقطع فيضانه نهائيا أو تبطئه ما تقدرش. وحتى في مسألة استخدام الرسوم الجمركية في الحرب الاقتصادية أو الحرب التجارية، ما هي سلاح ذو حدين، هو بالتأكيد هيؤثر سلبا في اقتصاد الصين، كلام نهائي. أظن أنا قلت ما يكفي أنه يوضح لك أن الحرب بشكلها الحالي هتؤذي معدلات النمو الصينية وهتضرب قدرات الصين التنافسية ضربة عنيفة وتجبرها على تغيير خططها وتوجيه طاقتها في مساحات جديدة. بس لما تبقى أنت الكفة الميلة أو تبقى أنت الكفة الضعيفة في ميزان تجاري ثنائي مع دولة تانية وتفرض جمارك على البضائع اللي بتستوردها وإنت الطرف المستورد أصلاً، ده معناه على طول إنك هترفع أسعار البضائع المستوردة دي على المستهلك عندك في الداخل. طيب، هو مش أول تحدي لإدارة ترامب الجديدة هو خفض مستوى التضخم الكبير اللي ورثته إدارته عن سلفه جو بايدن؟ ما أنت لما تفرض تعريفة جمركية 60% على البضائع الصينية وترفع أسعارها، ما أنت كده بترفع نسبة التضخم عندك وبترفع معدلات الأسعار، فما العمل؟ العمل عمل ربنا. العمل اللي أنا متصور أنه هيحصل هو أنه ترامب هيستمر في نفس السياسات التجارية العدائية تجاه الصين. ده أمر مفروغ منه، وده ضد الصين وضد كل الشركاء والحلفاء والخصوم التجاريين الآخرين. وده بحسب التقديرات هيدفع الأسعار بنسبة 4% بحلول الانتخابات القادمة في 2028. ترامب خلال حملته الانتخابية عبر عن أنه شايف أنه سلاح التعريفة الجمركية هو الإجابة النموذجية لاختلال الميزان التجاري الثنائي بين أمريكا وأي حليف أو أي خصم تجاري، بينها وبين الصين وبينها وبين الاتحاد الأوروبي تحديدا. هو قالها بالنص، التعريفة الجمركية هي أجمل كلمة في القاموس، وقال إنها سلاح ينوي استخدامه. وصحيح إنه معظم خطابه مقصود إنه هو يصيب الصين، بس هو مش كله موجه للصين لوحدها. كتل أخرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي بتستعد بإجراءات مضادة أو إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة. وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى قالوا إنهم هيحاولوا يفكروا أمريكا التي يقودها ترامب بأنها محتاجة حلفاء في الاقتصاد العالمي، لأن الفكرة ليست شن حرب تجارية وخلاص. يعني يا عم ترامب، أنت مش هتحارب الصين لوحدك، أنت محتاج أوروبا في صفك. نفس الوزراء قالوا إن لو أمريكا استخدمت إجراءات ثقيلة يبقى أوروبا هترد فورا. حضرتك أكيد فاكر كيف فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على البضائع الأمريكية الأكثر شهرة، حاجات أيقونية يعني، زي درجات هارلي ديفيدسون النارية الشهيرة والويسكي وجينز ليفايس، وده كان رد على فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية على الصلب والألومنيوم. التعريفة الجمركية الأمريكية لا تؤدي للتضخم في كتلة اليورو، مش لوحدها يعني، هي استجابة أوروبا هي اللي بتفرق. توقعات صندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية المنتظرة ستضرب الاقتصاد العالمي بنسبة 7% تقريبا. 7% ده يعني حجم الاقتصادين الفرنسي والألماني مجتمعين. في برضو أسئلة شاقة أمام الحكومة البريطانية فيما يتعلق بموقع بريطانيا من هذه الحرب، خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لأن وارد أنها تبقى في حرب منفصلة لوحدها. حتى الآن التوجه البريطاني هو التقارب مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك في المعايير الغذائية والزراعية، ولو عملت كده يبقى توافقها تجاريا مع الولايات المتحدة هيبقى أصعب، لأن أمريكا مش عاجباها المعايير دي. إدارة بايدن لم تبدي اهتماما بهذا التوافق أصلا، ولكن الأرجح
هو أن بريطانيا هتبقى في صف الاتحاد الأوروبي في حال تصاعدت الحرب التجارية على جانبي الأطلسي. مهم قوي نفهم موقف بريطانيا في الحرب التجارية القادمة. ممكن طبعا بريطانيا تحاول البقاء على الحياد في هذه المعركة التجارية، أو حتى أكثر الأطراف حيادا لن يستطيع تفادي نيران هذه الحرب، بالذات لو كان هذا الطرف أوروبيا، وبالذات لو كان بيتاجر في بضائع زي السيارات الأوروبية والصناعات الدوائية اللي الولايات المتحدة هي سوقها الأكبر. أنا حسيت من الخطاب السياسي البريطاني أن لندن ستحاول أن تلعب دور حمامة السلام في الحرب العالمية التجارية القادمة، بس طبعا عندي شكوك أن الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الصين يسمعوا منها أو يلقوا لها بالا. عايز رأيي؟ لو بريطانيا اللي أنا أعرفها يعني، أنا أتوقع أنها تسعى لاتفاق منفصل ومن تحت الطاولة مع الولايات المتحدة علشان تتفادى رسوم ترامب الجمركية. أتوقع أنها تشجع الدبلوماسيين والمستشارين الاقتصاديين من العقلاء حوالين ترامب على أنهم يتوسطوا في صفقة أفضل لها، حتى لو تضمنت تخليها عن معسكرها الأوروبي. دي بريطانيا يابا. على كل الأحوال، حتى في أفضل الظروف، إحنا داخلين على 4 سنوات من الحروب التجارية المفتوحة بين أكبر قوى اقتصادية في العالم. هم لا يمكنهم تفادي الحرب، وباقي العالم لا يمكنه تفادي آثار هذه الحرب. يؤسفني أني أبقى الشخص اللي يجيب لكم أخبار غير سعيدة، بس زيادة الأسعار عالميا ستكون هي السمة السائدة في السنوات القادمة. التضخم العالمي والصدمات الاقتصادية هم المستقبل القريب. وبهذه النبوءة السوداء أنهي هذه الحلقة. مش عارف يعني بعد النظرة التشاؤمية اللي أنا اديتها لك دي إزاي هيجي لي عين أطلب منك تعمل لايك، بس يلا أمرك لله. لايك وشير وتعليقاتك اللي تناقشني فيها في توقعاتي اللي أتمنى إنها تطلع غلط. يعني ياريت حد يكتب تعليق يطلعني فيه غلطان، أنا هكون أسعد حد في الدنيا. بشكر المشاهدين اللي بيعلقوا باستخدام خاصية السوبر تانكس، والأعضاء المنتسبين على رعايتهم ودعمهم الدائم لهذا المحتوى، وبشكركم جميعا واشوفكم الحلقة الجاية.